كنتي خايفة؟ لا كيف مش خايفة، مش أخاف، هذا وطني ما عاد مش خوف. طيب والذي حصل لعزيز عثمان؟ هذه أصلا جرائم النظام، النظام الخاين الغادر المهتري، يقتل النسوان، يضرب النساء ويقتلهن، ما فيش عندهم رجولة. طيب في بلد يحاولوا يعني انهم يردوكم الان يعني داخل الساحه داخل في هذا المكان، انت ما ردت عليهم؟ ضروري ان